السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدارجه. باش ما نطولش لاخوتي، نمروا الان الاهم عناوين حلقه اليوم. السنغال تفند مزاعم المنوئين للوحده الترابيه للمملكه المغربيه وتدعم الحكم الذاتي. الكويت تشيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي. الكويت تفضح أكاذيب البوليزاري وتتوعد بمتابعتها قضائيا. اتهامات تركيا للمغرب بالتحالف مع السعودية ومحاربتها اقتصاديا. حرب غير معلنة بين إسبانيا والمغرب، وهذه تفاصيلها حصريا ولأول مرة. سفية تبون يفجر مفاجأة مدوية ويؤكد اقتراب فتح الحدود بين المغرب وتوقيع اتفاقية تجارية. عاجل تبادل إطلاق النار، إصابات وحرائق خيام وسيارات إثر مناوشات بين موريتانيين وعناصر من جبهة البوليزاريو في الحدود بالقرقرات. جددت السنغال أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على دعمها الثابت لمغربها الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي كحل براغماتي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف الجزائر. وصرح ممثل السنغال أمام أعضاء اللجنة حسب وكالة المغرب العربي للأنباء كحل براغماتي لإنهاء الأزمة، يجدد وفد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بجهة الصحراء المغربية، والتي تتركز على بناء مجتمع ديمقراطي وحداتي يقوم على دولة الحق والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع احترام سيادة المملكة المغربية. وأكدت الدبلوماسية السنغالية أنه كمجتمع دولي يجب أن نصطف خلف الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي المقبل بمجرد تعيينه والمجلس الأمن في مسلسل البحث عن حل سياسي تفاوضي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك مع الأخذ في عين الاعتبار المزايا القيمة التي تتيحها التسوية النهائية لهذا النزاع، ليس فقط على مستوى التعاون والتنمية ولكن أيضا في رفع التحديات الهامة التي تواجه المنطقة ومنطقة الساحل. كما شدد على أن حلا مثل هذا سيمكن أيضا من إيجاد مخرج ونهاية سعيدة للوضع الإنساني في مخيمات تندوف. وأضاف نحث الأطراف على مواصلة التعبئة في الدينامية البناءة المنبثقة عن المائدتين المستديرتين بجنيف لمواكبة المسلسل السياسي الذي أطلقته الأمم المتحدة حتى نهايتها، مضيفا أن بلاده تجدد التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. جددت الكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها خيارا بناء للتوصل إلى حل مقبول من كافة الأطراف في النزاع الإقليمي المصطنع حول الصحراء المغربية. وشدد ممثل الكويت في مداخلة أمام اللجنة على ضرورة احترام وحدة المغرب وسيادته، مذكرا بالموقف الموحد لدول الخليج بشأن قضية الصحراء المغربية الذي تم التعبير عنه في القمة التي جمعت بين المغرب وبلدان الخليج في الرياض في 20 أبريل 2016. وفي هذا الصدد أعربت الدبلوماسية الكويتية عن أمل في أن يتم التوصل إلى تسوية لقضية الصحراء المغربية في أقرب وقت ممكن خدمة للسلم والاستقرار الإقليميين، مجددا في الوقت ذاته تأكيد دعم الكويت لجهود الأمم المتحدة ولأمينها العام والمبعوث الشخصي الذي سهل عقد مائدتين مستديرتين للأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية في دجنبر 2018 ومارس 2019. كما رحب بمشاركة المغرب والجزائر موريتانيا والبوليزاريو في هاتين المائدتين المستديرتين وفقا لقرار مجلس الأمن 2414-2440، مبرزا الروح الإيجابية التي ميزت هذين الاجتماعين بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية. نفى الاتحاد العام لعمال الكويت بشكل قاطع توجيه الدعوة لمنسق ما يسمى بالاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء وادي الذهب للمشاركة في الندوة العربية التي نظمها الاتحاد تحت عنوان المرأة العربية والضغوط النفسية السبل والحلول. وأكد الاتحاد في بيان على أنه لم يتم توجيه الدعوة نهائيا للمدعوم محمود فراجي بوزيد منسق ما يسمى بالاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء وادي الذهب للمشاركة في الندوة المذكورة،
ولا نعرف كيف حصل على رابط المشاركة، مع العلم أن إدارة الندوة والتحكم بالمداخلات كانت تحت إشراف الأمين العام للاتحاد شخصيا، وأن هذا الشخص لم يقم بأي مداخلة أو مناقشة. وأدان الاتحاد هذا الادعاء والافتراء من قبل هذا الشخص، موضحا أنه يحتفظ بحقه الكامل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ومقاداته ومقادات جبهة البوليزاريو. وشدد على أن المشاركة في الندوة اقتصرت على النقابات والاتحادات العربية والدولية، ولم توجه الدعوة لأي رجل أو حكومة أو أصحاب أمان أو أحزاب أو تكتل سياسي، بل كانت لنقابات نسائية في الاتحادات النظيرة المعترف بها محليا ودوليا فقط، فضلا على أنه لم تتم أي مداخلة أو مناقشة في محاضرة من قبل أي رجل. وخلص البيان إلى أن الندوة الافتراضية عرفت مشاركة 77 سيدة يمثلون 12 دولة عربية من ضمنها المغرب. في ديل تصاعد حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية جراء مواقف أنقرة والرئيس رجب طيب أردوغان ضد الرياض، أشارت الصحيفة التركية إلى أن الحملة تتسع وتضم دولا إضافية رغم طابعها الغير رسمي والغير معلن. واستغلت الصحافة التركية مصادقة المغرب على تعديل اتفاقية التجارة مع تركيا من أجل حماية الإنتاج الداخلي لا سيما الخاص بالقطاع النسيج والفلاح، مبرزة أن مضاعفة الضرائب على البضائع التركية مؤخرا في المملكة المغربية يدخل ضمن الحملة التي تقودها السعودية ودول الخليج أخرى مثل الإمارات. صحف اقتصادية تركية من جانبها حذرت من خطر تصاعد الحملة وضمها دولا أكثر، لأن ذلك سيؤثر على الاقتصاد التركي المتضرر أصلا وسيكبده خسائر أسواق حقيقية نجح فيها كثيرا، ودعت لبحث حل الأزمة وفق تداعيات الخطيرة. أما في المغرب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر وسم في المغرب يعلن تضامنه مع تركيا ويؤكد على ضرورة الحرص على شراء صناعتها، وضم الوسم في الأغلبية المتعاطفين مع التيار الإسلامي. الخوف من أن ينفرد المغرب لوحده بالبترول الموجود في المنطقة الفاصلة بين جزر الكناري والمغرب جعل الحكومة الإسبانية تسرع في منح شركة ريزبول رخصة التنقيب عن النفط في هذه المنطقة. فقد سبق للحكومة الإسبانية أن صادقت الجمعة الماضية على منح شركة ريزبول رخصة التنقيب عن النفط في الحدود البحرية الفاصلة بين شواطئ جزر الكناري التابعة لإسبانيا والسواحل الجنوبية للمملكة المغربية. هذا القرار خلف جدلا كبيرا سواء في إسبانيا بسبب رفض حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري التنقيب عن النفط ما خافت أن يتضرر قطاع السياحة مستقبلا أو في خارجه، وبالضبط في المغرب الذي يتابع الموضوع بترقب واهتمام شديدين. إسبانيا تهدف من خلال عملية التنقيب عن البترول في هذه المنطقة البحرية إلى تخفيف من فاتورة النفط التي تثقل كاهل الدولة بحوالي 10% مستقبلا. المغرب بدوره خرج عن صمته، فقد صرح وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة عبد القادر أعمار أن تنقيب إسبانيا عن النفط في جزر الكناري يعد قضية صعبة للنقاش ويمكن بحثها من خلال التشاور. وأضاف أعمار أن قضية النفط يمكن مناقشتها من خلال الاتفاقيتين بين حكومة البلدين، وبدون اتفاق لن تكون هناك بداية جيدة. وأكد الوزير أنه لا يملك معلومات عن عملية التنقيب التي يمارسها المغرب على حدود مياهه الإقليمية. ومما يزيد الأمر تعقيدا هو أن المغرب منح حق التنقيب لشركة أجنبية في المنطقة نفسها، حيث تفرق كيلومترات معدودة على رؤوس الأصابع بين الشركات التابعة للمغرب وشركة ريزبول الإسبانية. قال تقرير غير منشور لأدابس أن قيادة عبد المجيد تبون تشجع على تطوير العلاقات الاقتصادية الجزائرية المغربية، لأن المشكلة لا يتعلق بالتبادل التجاري البحري أو الجوي، بل إن مشكلة إغلاق الحدود البرية لن تتطور إلى أي تعقيدات في التجارة البينية، وهي فرصة لبلدين لعزل مشكلة الصحراء في الأمم المتحدة. وأظهر السفير الجزائري صلاح البديوي موقفا متقدما عندما قال إن توقيع المغرب والجزائر على اتفاقية تجارية جديدة سيمكن من دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهو ما يخدم في نظره مصلحة البلدين في إفريقيا جنوب الصحراء.
أصيب شخص بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفيات موريتانية فيما تم إحراق بعض الخيام التي كانت توالي المنقبين عن الذهب وتم إطلاق النار وخمس سيارات رباعية الدفع أيضا احترقت استولت عليها النيران بالكامل وذلك بالمنطقة العازلة بالقرب من الحدود المغربية الموريتانية إثر مناوشات بين موريتانيين وبعض العناصر من المحسوبين على جبهة البوليزاريو ويعود سبب الصراع على الذهب حيث تم سقوط شخص في صفوف المنقبين حالة خطيرة بعد إطلاق النار وحملت مصادر مسؤولة للجيش الموريتاني والعناصر بعثة البوليزاريو حول السماح لمجموعات بالتواجد هناك بالمنطقة العازلة. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة تفعلوا زر الجرس وما تنسوش كذلك دعمونا بزر الإعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غدا إن شاء الله.